أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لدي صديق حريص على الطاعة والصلاة، إلا أنه في بعض الأحيان إذا نام لا يؤدي الصلاة في وقتها لأن نومه ثقيل جدا، فما هي النصيحة إليه وإلي؟ تعاون. النصيحة إذا لكما التعاون على البر والتقوى، تطيع أن توقظه وهو يقوم عند الإيقاظ ولا يتثاقل، لا يتثاقل، يعود نفسه التثاقل، يعود نفسه القيام، وسيتعود بإذن الله. هذه ناحية. الناحية الثانية، عليه أنه ينام مبكراً حتى يأخذ قسطه من النوم. أما إذا أخر النوم إلى آخر الليل فإنه سيثقل عليه ولا يستطيع القيام. فنصيحتي أنه ينام مبكراً، ونصيحتي أنك تستمر على إيقاظه وهو أيضاً يعود نفسه على المبادرة ولا يعود نفسه على التثاقل. وأوصيكم أيضاً عند الصبر على هذا، ما هنا طاعة ولا هنا عمل صالح إلا صبر. ترى اللي ما يصبر ينقل أول الطريق، لازم من الصبر. وأمر أهلك بصلاتي، واصبر عليها، اصبر عليها، ما في شك فيها مشقة. طيب اللي يقوم ثلث الليل أو نصف الليل ويصلي ويتهجد، هذا عليه مشقة ولا لا؟ عليه مشقة، لكن يصبر، يصبر ويعود نفسه. ولا هو يحب النوم مثلك، ويمكن تعبان هو أيضا، كل النهار يشتغل تعبان، لكن أنه صبر وعود نفسه على هذا. فالدين بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.